مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 1 Lesson 2، اليونت الأول الدرس الثاني. عنوان الدرس Changes. Changes معناها التغيرات، وركزوا لي على كلمة التغيرات لأن درسنا متمحور كله حول التغيرات اللي طرأت على العالم الاقتصادي، على اللغات، على عدد السكان إلى آخره. فالدرس كله متمحور حول كلمة changes، التغيرات. بالفقرة الأولى شي يقول لي read and match the topic sentences، اقرأ وقم بتوصيل مواضيع هذه الجمل with the paragraphs below، مع المقاطع النصية اللي أسفل هذه الجمل. مبدئيا احنا لازم نفهم هذين الجمل عن شنو تتحدث، وبالتالي بعدها كل جملة من ذن الجمل تناسب مقطع نص من هاي المقاطع، لازم أوصلها حسب المقطع النصي. طبعا الفكرة الأساسية من هذا النشاط هو كمعاني فقط، يعني كنشاط صفي بداخل الصف، الأستاذ يطلب من الطلاب أن يوصلون الجمل بعد ما يقروها، أما يقروها بينهم وبين نفسهم أو يقروها بصوت عالي. خلنا نجي نوضح الجمل. أولا يقول لي the number of the American university students learning Spanish is falling. ركزوا يا طلاب، عدد الطلاب أو طلاب الجامعات الأمريكيين الذين يتعلمون اللغة الإسبانية يتنازل أو يهبط. يعني عدد الطلاب اللي موجودين بالجامعات الأمريكية، عدد الطلاب الأمريكيين اللي موجودين بالجامعات الأمريكية اللي يدرسون اللغة الإسبانية، اللغة الإسبانية يهبط يتنازل. Many students، العديد من الطلاب، travel abroad to get a degree، العديد من الطلاب يسافر إلى الخارج لكي يحصل على شهادة. هذا الأمر مألوف بالنسبة للطلاب. أكو طلاب بعد ما يطلع من السادسة إعدادي يروح مثلا الدول الأوروبية أو يروح الدول خارج العراق على مود يكمل دراسته هناك. learn language or to learn a new country or about a new country. ليش يروح لبلد آخر؟ يروح البلد آخر على مود يتعلم لغة جديدة أو يتعلم عن هذا البلد اللي رايح له. بعد it is difficult to say exactly how many languages are spoken in the world today. من الصعب أن نحدد كم عدد اللغات التي يتم التحدث فيها في الوقت الحاضر. يعني عدد اللغات ما نقدر نعدها أو ما نقدر نحسب عدد اللغات في العالم في الوقت الحالي. The number of people learning Arabic in American university is going up. شوفوا هذه الجملة، عدد الطلاب أو عدد الناس الذين يتعلمون اللغة العربية في الجامعات الأمريكية is going up، يتصاعد. ذن الجمل كلهن يوضح لي التغيرات اللي صارت بالعالم الآن، يعني عدد الطلاب اللي يدرسون اللغة الإسبانية آخذ بالنزول، ده يتنازل، عدد الطلاب اللي يدرسون اللغة العربية ده يتصاعد. هذين الشغلات ده تطرأ أو تغيرات ده تطرأ على العالم في الوقت الحاضر. كل جملة من ذن الجمل تناسب مقطع نصي من المقاطع اللي راح نقراهن. يقول لك وصل الجمل بالمقاطع النصية، وكذلك مرة ثانية وصل ذن الجمل أو المقاطع النصية بالصور المناسبة لها أو بالمخططات البيانية المناسبة لها. أنا موصل مباشرة، يعني المقطع النصي الأول يناسب الصورة الثانية، المقطع النصي الثاني اللي هو بي يناسب الصورة الثالثة، وهكذا. مو هذا المهم، المهم الجمل اللي موجودة بهذه المقاطع النصية. فقلمك وياي حاول تترجم الكلمات اللي راح نترجمها، تنتبه على الجمل لأن أغلب ذن الجمل تفيدنا بالموضوع القادم اللي راح نشرحه، اللي هو موضوع present continuous، المضارع المستمر. المقطع النص الأول شي يقول؟ يقول most experts think that there are around 6,800 but the number of languages in the world is going down. معظم الخبراء يعتقدون بأن هنالك حوالي 6,800 لغة، لكن هذا الرقم أو هذا العدد، عدد اللغات in the world في العالم is going down، يهبط يتنازل. يعني يوم عن يوم التغيرات اللي تصير بالعالم تؤدي إلى انخفاض أعداد اللغات في العالم. وراها شي يقول لي linguistics say that there will be 3,000 by 2,100. علم اللغة أو علماء اللغة يقولون بأنه سوف يبقى هنالك فقط 3,000 لغة بحلول عام 2100. This is because people prefer to learn the most common languages.
شنو السبب؟ يعود سبب ذلك إلى أن الناس تفضل أن تتعلم معظم اللغات الشائعة. يعني شنو؟ يعني مثلا اللغة الإنجليزية الآن أصبحت لغة عالمية، ومن ثم بعدها اللغة الفرنسية. لذلك أغلب الناس تفضل، هي مثلا إحنا العراقيين نفضل أن نتعلم اللغة الإنجليزية. ليش؟ لأنها لغة عالمية. بالإضافة إلى ذلك من الممكن أن نتعلم اللغة الفرنسية كذلك لأنها لغة شائعة، لأن الناس يفضلون أن يتعلموا اللغات الشائعة so they can communicate with others. أنا ليش أتعلم اللغة؟ أتعلم اللغة لكي أتواصل مع الآخرين. أنا ليش أتعلم اللغة الإنجليزية على سبيل المثال؟ على مود لما أسافر، معظم سكان الكرة الأرضية إذا مو هي لغتهم الأم، اللغة الإنجليزية مو لغتهم الأم، فأغلب الناس اللي بيها يتعلمون اللغة الإنجليزية وبالتالي أقدر أتواصل وياهم. Read news paper، أقدر أقرأ جرائد ومجلات باللغة الأخرى from other countries and use the internet. كذلك الإنترنت بالوقت الحالي معظم المواقع باللغة الإنجليزية، لذلك تعلم اللغة الإنجليزية راح يسهل علي هذا العمل. هسه شو يقول لك؟ يقول لك هذا المقطع النصي يناسب يا صورة أو يا مخطط بياني. أنا وصلت بالمخطط البياني هذا لأن موجود ب 2100 في حلول عام 2100 راح يهبط عدد اللغات لكي يصبح 3000 لغة. الآن نجي نوصلها بالمقطع النصي أو بالجملة المناسبة لها من الجمل ذني. فركزوا يا وشوفوها يا جملة يناسبها. هاي كانت عن شنو تتحدث؟ عن عدد الطلاب في الجامعات الأمريكية؟ أكيد لا، غير مناسبة. Students travel abroad، عن الطلاب اللي يسافرون بالخارج؟ أكيد لا. It is difficult to say exactly how many languages، عدد اللغات؟ نعم، هو كان يحكي عن عدد اللغات. إذن تناسب المقطع النص الثالث الحرف A أو المقطع النصي A يناسب الجملة الثالثة، وصلناها بالجملة المناسبة إلها وبالمخطط البيان المناسب إلها. اللي بعدها شو يقول لي؟ يقول لي the UK، المملكة المتحدة، is one of the most popular destinations، هي واحدة من أكثر الوجهات رغبة. أغلب الناس ترغب أن تسافر لليوكي، للمملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. The number of international students، عدد الطلاب الدوليين اللي يسافرون للمملكة المتحدة in the UK universities، في الجامعات البريطانية، is rising، يتصاعد كل يوم عن يوم. التغيرات اللي صارت بالكرة الأرضية أو بالعالم بالوقت الحالي دفعت الناس أنه تفضل الجامعات البريطانية. ليش؟ أولاً لأن الجامعات البريطانية تقدم لك اللغة الإنجليزية، يعني أنت مجرد أن تروح للمملكة المتحدة راح تتعلم اللغة الإنجليزية تلقائياً. ثانياً بالإضافة إلى التخصصات الموجودة بالجامعات هناك. In 2014-2015، بين عامي 2014-2015، the number of the international students was 442,225. بين عامي 2015-2014 كان عدد الطلاب 442,225. But in 2020-2021 it was 605,130. لكن بين حلول أو بحلول عام 2020 و2021 أصبح عدد الطلاب حوالي 605,230. هسه شو يقول لي؟ يقول لي وصل لي إياها بالصورة المناسبة لها أو بالمخطط البيان المناسب لها. هذا المخطط البيان المناسب لها، بالبداية 450,000 وأصبح يتصاعد حتى صار عام 2021 وصل لي عدد، وصل العدد 600,000. نوصلها بالمقطع النصي أو الجملة المناسبة لها ببداية الدرس. هو كان يتحدث عن عدد الطلاب اللي يسافرون للخارج وتحديدا للمملكة المتحدة. فهنا أنا a number of American University students learning Spanish، الموضوع متعلق باللغة الإسبانية؟ أكيد لا. من students travel abroad، العديد من الطلاب يسافرون إلى الخارج؟ نعم، هو هذا المقطع النصي المناسب لها. إذن أوصله بالمقطع النصي B. وصلت المقطع النصي بالجملة المناسبة إلى. ننتقل للمقطع النصي الثالث. شو يقول لي؟ يقول لي it is still the most studied language، لا زالت هي اللغة الأكثر دراسة، أكثر لغة يتم دراستها. But in 2006، لكن بحلول عام 2006، 822,148 طالب were studying Spanish، كان هنالك فقط 822,000 طالب. At universities in the USA، في الجامعات اللي موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية.
in 2016 في عام 2016 that the number was 712,240 لكن هذا العدد اللي هو 822,000 أصبح 712,000 في حلول عام 2016. يعني شنو معنى هذا؟ معناه أنه عدد الطلاب اللي يدرسون اللغة الإسبانية قاعد يهبط، بعض الناس ما تفضل اللغة الإسبانية. Other languages are rising. أما اللغات الأخرى اللي قامت تصعد أو قامت الناس تدرسها بشكل أكثر including American Sign Language ومن ضمنها اللغة الأمريكية in 2006 في عام 2006 there were 79,744 students studying it في عام 2006 كان هنالك 79,744 طالب يدرسها while 107,060 were studying in 2016 بينما كان يدرسها حوالي 107,060 طالب يدرسها في عام 2016 إذن هذا المقطع النصي أول شيء يناسب يا صورة يا مخطط بياني أنا موصلها بالصورة رقم واحد عدد العدد كان 800,000 في عام 2006 أخذ يتنازل لحد ما وصل ب 2016 إلى 100,000 هذا عدد الطلاب اللي يدرسون اللغة الإسبانية في الجامعات الأمريكية هم يا مقطع نصي مناسب لها المقطع النصي الأول أو الجملة الأولى فأوصلها بالمقطع النصي سي المقطع النصي اللي بعده اللي هو الأخير شي يقول يقول It rose from 24,010 students تصاعدت من 24,010 طالب to 31,554 إلى 31,554 طالب between 2006 و 2016 يعني هذا العدد تزايد بين عامي 2006 إلى 2016 من 24,000 إلى 31,000 شنو دول اللي عددهم تزايد most people who study Arabic learn at university معظم الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية في الجامعة then go an Arabic speaking country ثم يذهبون لعرب لبلد يتحدث اللغة العربية to practice speaking and listening لكي يتدرب على الكلام والاستماع إذن هذا العدد اللي هو من 24,000 إلى 31,000 اللي هو عدد يتصاعد هذا عدد الطلاب اللي كانوا يدرسون اللغة العربية والآن تصاعد عددهم لأن أصبحت اللغة العربية لغة مطلوبة أوصلها بالمخطط البياني رقم 4 أما الجملة المناسبة لها من الجملة اللي أخذناها لبداية الدرس فهي الجملة الرابعة فأوصلها بالمقطع النصي D The number of people learning Arabic عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية in American University is going up في الجامعات الأمريكية يتصاعد لحد الآن كل اللي أخذناه أنشطة صفية أكو بعض الملاحظات اللي راح بعض الجمل اللي أخذناها راح تفيدنا بموضوع المضارع المستمر اللي راح نشرحه إن شاء الله بعد دقائق كل هذه الأسئلة اللي يسألها الأستاذ داخل الصف كتحضير يومي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن ننتقل لموضوع جدا 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 مهم اللي هو موضوع الـ present continuous المضارع المستمر اللي أخذناه بالثالث متوسط والآن نعيده بالرابع الإعدادي بملاحظات إضافية بأفكار جديدة خليكم ويانا الآن مع موضوع قواعدي جدا جدا مهم اللي هو موضوع The Present Continuous Tense الزمن المضارع المستمر خلوا ببالكم شغلة طلاب اللي أخذناه بالدرس السابق اسمه Present Simple المضارع البسيط وقلنا أنه يتحدث عن عادات عن أحداث روتينية أو عن حقائق أما المضارع المستمر فهو زمن انتبه ويا يا طلاب وحاولوا تحفظون هاي المعلومات هو زمن يستخدم للتعبير عن حدث يقع الآن جروا لي خط جوا حدث يقع الآن في هذه اللحظة بالمضارع البسيط هو حدث يحدث كل يوم كل شهر كل أسبوع أو حدث يعبر عن حقيقة علمية ثابتة حقيقة ثابتة أو عن عادات أما المضارع المستمر هو حدث يقع الآن في هذه اللحظة أي لحظة التحدث يعني على سبيل المثال أقول I am teaching you أنا أدرسكم أنا بهذه اللحظة قاعد أدرسكم حدث يقع الآن أو للتعبير عن ركزوا وياي التغيرات إذا الاستخدام الأول إلى أنه حدث يحدث الآن ثانيا استخدام الثاني هو حدث أو زمن يستخدم للتعبير عن التغيرات خلنا نتوقف عند التغيرات هو أصلا درسنا اليوم شنو درسنا changes التغيرات التغيرات التي تحدث في العالم أنا ضارب لك مثال على مود تتوضح الصورة أكثر شنو يعني حدث يحدث الآن I am teaching the students now أنا أدرس الطلاب الآن منى is reading at this moment منى تقرأ في هذه اللحظة look it is raining انظر إنها تمطر
لما أقول لك انظر شنو معناها؟ معناها أكو حدث يحدث الآن أريدك تنتبه له، فأقول لك look it's raining، انظر إنها تمطر. هذا الاستخدام الأول اللي هو سمينا التعبير عن وقت التحدث. الاستخدام الثاني للتعبير عن التغيرات، شون يعني للتعبير عن التغيرات؟ أضرب لك مثال، على سبيل المثال أقول لك the number of people who have computer is going up، عدد الناس الذين لديهم حواسيب يتصاعد. شوفوا طلاب، هذا يعبر عن تغير، عدد الناس number of people who have computers الذين لديهم حواسيب is going up، يتصاعد يتزايد في الوقت الحاضر. إذن هذا الشيء يستخدم للتعبير عن التغيرات. أضرب لك مثال ثاني، mobile phone prices are going down، أسعار الهواتف تتنازل، أسعار الهواتف تهبط. أخذنا مجموعة من الأمثلة بالقطع أو المقطع النصي، إيش قال لي؟ قال لي the student who study Spanish at American University is going down، عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الإسبانية في الجامعات الأمريكية يهبط أو يتنازل أو ينخفض. إذن هذا جمل تعبر عن التغيرات في الوقت الحاضر. إذن لحد الآن استخدنا استخدامها. الاستخدام الثالث للتحدث عن الخطط المستقبلية. شنو يعني نتحدث عن الخطط المستقبلية؟ على سبيل المثال أقول لك we are having dinner with my uncle at 8:30، سوف نحظى بوجبة عشاء مع عمنا في الساعة 8:30. هسا لنفترض أن الساعة بالخمسة، فأنا لما أريد أعزم واحد أو لما أتحدث عن خطط مستقبلية ناوي أن نحظى بوجبة العشاء مع عمنا في الساعة 8:30. الساعة 8:30 بعدها ما جاية، بعدها ما صايرة، يعني تعتبر خطة مستقبلية. فأنا أستخدم المضارع المستمر للتعبير عن الخطط المستقبلية. زين، هسا واحد من الطلاب يسأل يقول بالدرس السابق إيش قلنا؟ قلنا إحنا بعد ما نعتمد على الدلائل، يعني سابقاً بالمضارع البسيط كنا إذا لقينا always, sometimes, often, every إلى آخره. أقول إن الجملة بالمضارع البسيط، وقلنا إذا ما لقينا واحدة من ذن الدلائل لازم أعرف إنه هذه الجملة تتحدث عن حقائق أو عادات أو أحداث روتينية. هنا نفس الطريقة، أكو دلائل مثلاً إذا لقينا now معناها الآن في اللحظة الحالية، at the moment في هذه اللحظة، at the present time في هذا الوقت، this على سبيل المثال this month هذا الشهر، this week هذا الأسبوع. أذن إذا شفتهن بالجملة أقول الجملة مضارع مستمر، لكن إذا ما لقيتهن بالجملة، ما لقيت دليل بالجملة، شلون أعرف أن الجملة مضارع مستمر؟ نرجع على الاستخدامات، لازم أعرف أنه هي إما تستخدم أو جملة تعبر عن حدث وقت الكلام أو للتعبير عن حدث يعبر عن التغيرات أو للتحدث عن الأحداث أو الخطط المستقبلية. أول شيء خلينا نأخذ هذه الملاحظة على مود وراها أن نوضح القواعد مالت المثبت والمنفية الاستفهامية ونعرف شلون نقوم بطريقة الحل. ملاحظة مهمة، شو تقول؟ تقول إذا لا يمكن استخدام هذا الزمن مع بعض الأفعال إذا دلت على معناها الرئيسي، وأهم هذه الأفعال هي هذين الأفعال. طلاب ركزوا لي عليها، هذين الأفعال ما أقدر أستخدمهن ويا المضارع المستمر، يعني بين قوسين ما أقدر أضيف لهن ING اللي هي اللايك، اللاف، النو، السي، الأندرستان. هذين الأفعال ما أقدر أستخدمهن مع زمن المضارع، يعني بين قوسين إذا شفت هذين الأفعال مستحيل أطبق على هذه الجملة زمن المضارع المستمر، أطبق عليها غير زمن. هسه شو تقول؟ شنو القواعد؟ إذا تذكرون قواعد المضارع البسيط أو عفوا المضارع المستمر، عندنا ثلاث قواعد مثبتة ومنفية واستفهامية. شنو القاعدة المثبتة مع المضارع المستمر؟ كالتالي، عبارة عن فاعل زائدا إما is أو are أو am زائدا فعل يحمل ing. دائما خلي ببالكم الأزمنة المستمرة، المضارع المستمر، الماضي المستمر، الفعل مالته لازم يكون ب ing زائدا التكملة. هذه القاعدة شو نسميها؟ قاعدة المثبت. زين، عند النفي أغلب الطلاب يعرف القاعدة المنفية قبل ما أوضحها. لما تريد تنفي الجملة شو تجيب؟ تجيب نوت. وين تخلي النوت؟ بعد الفعل المساعد. فشلون راح تصير القاعدة؟ تقول عبارة عن فاعل زائدا، طبعا ما يحتاج أقول لكم إن الإز مع المفرد، الآر مع الجمع، والآم مع الآي، يعني آي آم، زائدا همنا أما إز أو آر أو آم زائدا. شو راح أخلي عليهن؟ أخلي عليهن نوت زائدا فعل شبيه، فعل يحمل ING. هذه قاعدة النفي أو القاعدة المنفية. بالاستفهام
عبارة عن is، انتبه لي خلي الـ is و are و am في بداية الجملة، is أو are أو am زائدا فاعل زائدا فعل يحمل ing زائدا تكملة وعلامة استفهام. نفس السؤال أسأل لكم إياه، إيش وقت تطبق القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية؟ نفس الطريقة السابقة، إذا لقينا كلمة question أو علامة استفهام أطبق القاعدة الاستفهامية. إذا لقينا negative أو كلمة not أطبق القاعدة المنفية، ما لقينا ذن كلهن راح أطبق القاعدة المثبتة. هسا نجي الآن على الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان أتدرب عليها قبل ما أنتقل لأمثلة كتاب النشاط، أدرب نفسي يلا أنتقل لأمثلة كتاب النشاط. أولاً شو يقول لي؟ يقول لي look the dog run، ايش قال لي بين قوسين؟ قال لي correct. شوفوا طلاب، التحدي اللي راح يواجهكم الآن هو أنا شلون أعرف أنه هذه الجملة مضارع بسيط لا مضارع مستمر، لأن لحد الآن احنا أخذنا زمنياً. شوفوا طلاب، طبعا بالمناسبة احنا متفقين انه ما راح يجيب لي دلائل بنسبة 90%، بعد احنا ما راح يجيب لي دليل بالجملة فبالتالي اعرف من خلال زمن الجملة. احنا عبرنا هاي المرحلة بالثالث متوسط، والان لازم نعرف زمن الجملة من خلال معناها. The dog الكلب run يركض، هذا حدث متكرر روتيني كل يومية يحدث. لو حدث يحدث الان، شوفوا بالبداية ايش قايل لكم اني؟ قايل لكم look انظر. إذا لما أقول لك انظر إلى هذا الحدث معناها هذا الحدث يحدث الآن، إذا هذا الحدث يحدث الآن أستخدم ويا المضارع المستمر. شو تقول قاعدة المضارع المستمر؟ فاعل، طبعا أطبق القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية، ما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا كوست إلا علامة سؤال، أطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل إز وآر وآم آي إن جي، شنو الفاعل؟ ذا دوغ. The dog اللي هو الكلب مفرد لو جمع؟ مفرد. أخلي له is لو ار لو ام؟ مفرد أخلي له is، ومن ثم الفعل هذا اللي منطيني اياه بين قوسين شو أخلي له؟ أخلي له ing. أنتوا تعرفون إذا كان صحيح قبل علة نضاعف الحرف الأخير ونضيف ing. At the moment they listen to music. شوفوا طلاب، at the moment هالمرة منطيني دليل، بما أنه منطيني دليل، دليل at the moment دليل يا زمن مضارع مستمر، يا قاعدة تطبق المضارع المستمر، قال لي correct وما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا question لا علامة استفهام، إذا أطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل، شنو هو الفاعل؟ they زائدا they تأخذ is لو are لو am، تأخذ are ومن ثم listen الفعل أخلي له ing listening to music. استاذ will at the moment تريد تنزلها راح تكون بداية الجملة، واللوك تريد تنزلها راح تكون بداية الجملة. احنا اللي همنا الفاعل والإز وآر وآم والفعل اللي يحمل آي إن جي. بي كوايت، شنو معنى بي كوايت؟ كونوا هادئين. شوفوا طلاب، أنا لما أقول لك كونوا هادئين أو كون هادئ أو انتبه لي، شنو معناها؟ انتبه لي لأن أنا قاعد أحكي، كن هادئ لأن أكو شخص مثلا نائم. هذه شنو دليلها؟ دليل أن الحدث ده يحدث الآن، بعد هذه الجملة معناها أكو حدث ده يحدث الآن. أقول لك انتبه دير بالك كن هادئ لأن أكو حدث ده يحدث الآن، بما أن الحدث يحدث الآن معناها الجملة بالمضارع المستمر. شو تقول قاعدة المضارع المستمر؟ طبعا هنا أنا همينة قاعدة مثبتة، فاعل اللي هو الآي زائدا يأخذ آم زائدا فعل يحمل آي إن جي. التراي أخلي لها آي إن جي to do my homework. I'm trying to do my homework. أنا أحاول أن أفعل واجب البيتي. كن هادئ. أنا بهذه اللحظة دا أسوي واجب البيتي. بعد سلام نوت. شوف هالمرة إيش قال لي؟ قال لي نوت. يعني يا قاعدة راح أطبق القاعدة المنفية. His breakfast right now. هالمرة إيش لقيت؟ لقيت now. شنو معنى now؟ في هذه اللحظة الآن. معناها الجملة بيا زمن مضارع مستمر. أجي أطبق قاعدة المضارع المستمر وقاعدة المنفية. شو تقول؟ فاعل. شنو الفاعل؟ سلام. سلام ياخذ از لو ار لو ام، ياخذ از بما انه منفيه اخلي نوت، والفعل هاب اخلي له اي ان جي. فاعل از نوت اي ان جي، خلينا نتاكد من كلامنا. فاعل از نوت اي ان جي، بدنا نطبق القاعده المنفيه لان لقينا نوت. اللي بعدها they not watch the movie at the moment، نفس الفكره. ايش لقيت؟ مومنت لحظة، في هذه اللحظة. إذا مضارع مستمر
بيا قاعدة منفية، أنزل الفاعل ذي ومن ثم أخلي له آر ومن ثم أخلي له نوت ومن ثم الفعل أخلي له ING. They are not watching the movie at the moment. هم لا يشاهدون التلفاز في هذه اللحظة. أصبحت الجملة بالمضارع المستمر. علي and أحمد. شوفوا طلاب، لما يقول لي علي وفلان محمد وأحمد، الفاعل ايش قصر؟ صار جمع، دير بالك، مو تقول لي أحمد هو الفاعل أو علي هو الفاعل وبالأخير بالتالي أخلي له إز لأنها مفرد. لا، شوفوا أنا are visiting. شوفوا طلاب، علي and أحمد are visiting. R و ING. شوفوا طلاب، لما ألقى R و ING أو S و ING أو M و ING، إيش أقول؟ أقول إنه هاي الجملة تلقائيا مضارع مستمر. جيد، قلت يابا هذه الجملة مضارع مستمر، شي يريد من عندي؟ يريد من عندي question. شنو يعني question؟ يعني سؤال. بما أنه عندي فعل مساعد، أشيل الفعل المساعد أخليه بداية الجملة أو قبل الفاعل. فالR بداية الجملة ومن ثم الفاعل، علي آن أحمد زائدا فعل يحمل ING. visit هو أصلا خالي بي ING، visiting the friends. ولا تنسون بالأخير علامة الاستفهام. R فاعل وفعل يحمل ING. خلينا نشوف هذا الكلام صحيح. R وفاعل وفعل يحمل ING، وبالأخير أكيد علامة الاستفهام لا تنسوها، لأن ممكن ينقصك عليها درجة إذا ما خليتها. اللي بعدها I am painting. am و ing. نرجع مرة ثانية، إذا لقيت am و ing معناها أن الجملة بيا زمن مضارع مستمر. هالمرة شي يريد؟ شوفوا انتبه لي طلاب، هذه الجملة أنا بيني وبين نفسي قلت مضارع مستمر، عرفتها من الام و ing. قال لي yesterday لو everyday لو now. يا ظرف من ذني الظروف الثلاثة مناسبات لهذه الزمن، لهذا الزمن. أنا أعرف أن الناو دليل مضارع مستمر، واستوني قلت أن الجملة مضارع مستمر، فبالتالي هاي الناو مناسبة للجملة. اليسترداي البارحة مع الماضي البسيط، والإفري مع المضارع بسيط. ركزوا لي، هذه مع المضارع بسيط، أنا أتحدث عن المضارع المستمر والجملة منها بالمضارع المستمر، فاختار لها الدليل مع المناسب لها اللي هو الناو. نادية is watering the flowers. شوفوا هنا طلاب، is و ING. الجملة سؤال موجه لكم، الجملة بها زمن، جملة بزمن المضارع المستمر. شو يريد من عندي؟ يريد من عندي نيجاتيف. شنو يعني نيجاتيف؟ يعني منفية. أدي إز، إيش أخلي عليها؟ نوت. هاي نادية الفاعل، هل هذه الإز إيش أخلي عليها؟ نوت. وفعل يحمل ING هو أصلا خالي بها ING، ومن ثم التكملة. فاعل وإز ونوت وING قاعدة منفية، فاعل وإز ونوت وING قاعدة منفية. إذا طبقنا المضارع المستمر على هذه الجمل، هذه الجمل مجرد للتدريب، يعني مو بالضرورة أن الأستاذ يجيب لهم، يجيب لكم من عندها بالامتحان التحريري. لا، الأستاذ مين يجيب لنا؟ غالبا يجيب لكم من تمرين كتاب النشاط. لكن قبل ما أحل تمرين كتاب النشاط، أكو ملاحظة جدا 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 مهمة أريدك تنتبه لها. اولا شوفوا طلاب، انا طبعا ملاحظه شو تقول، تقول عزيز الطالب انتبه لي، يوجد في منهج الرابع اعدادي بعض العبارات التي تبدو وكانها جمع. انت من تشوفها، يعني مثلا عندي people، people ناس جمع، tourist السواح جمع، اصلا هي جمع، لكنها في الحقيقه مفرد. شلون يعني استاذ مفرد؟ ونتعامل معها على انها مفرد وهي كالتالي. خلينا نجي نشوف شنو هاي الفكره. قال لي the number of people. اوقف استاذ، البيبل اللي هي الناس هذه جمع شاذ، المفروض اخلي لها ار مو از. شو هنا التخلي لها از؟ هي هنا الفكره، الفاعل الحقيقي مو الناس. يقول لك عدد الناس يتصاعد. شنو هو اللي قاعد يتصاعد؟ عدد الناس مو الناس، عدد الناس يتصاعد. إذن الفاعل الحقيقي بالجملة هو شنو؟ كلمة number. إيش قايل لك أنا؟ حيث أن الفاعل الحقيقي هنا هو ليس كلمة people التي تعني الناس اللي هي أصلاً جمع، وإنما كلمة number. أضرب لك مثال ثاني. The number of tourists is going up. tourists بها أس الجمع، ومع ذلك أنا خالي لها إز. ليش؟ عدد السواح يتصاعد. من هو اللي قاعد يتصاعد؟ عدد السواح. كلمة number كلمة مفردة، فالفاعل الحقيقي بالجملة هي كلمة number
مو كلمة tourist. مثال آخر, the number of computer is increasing, عدد الحواسيب يتزايد. نفس الفكرة, مو الفكرة مو الفاعل هي الكمبيوترز اللي بها سجمع, وإنما النمبر. هذه الجمل أغلبهن أخذناها بالمقاطع النصية الأربعة اللي أخذناها بداية الدرس, فتنتبهون لهاي الملاحظة, لأن التمرين اللي راح يجينا من عدة بكتاب النشاط هو هذا التمرين. تمرين أي put the verb in brackets in the present continuous. شو إنه هو قايل لي بصريح العبارة, قال لي هاي الجمل أريدك تطبق لي عليها المضارع المستمر. لكن أبو الأستاذ ماتك إذا قال لك على سبيل المثال correct صح, أنت لازم تعرف إنه هذه الجملة مضارع مستمر. شلون؟ مو من الدلائل, لأن ما بيهن ولا واحدة منها دليل. لعاد شلون أستاذ؟ لازم تعرف إنه ذن الجمل تعبر عن تغيرات. خلنا نجي نوضح على سبيل المثال. الجملة الأولى يقول لي the number of tourists go up, عدد السواح يتزايد أو يتصاعد. شوفوا طلاب, أنا لما أحكي عن عدد السائحين في اللحظة الحالية أو في الوقت الحالي يتصاعد, شنو معناها؟ معناها أنه هذا حدث روتيني كل مرة كل سنة يتصاعد؟ لا, وإنما قاعد أعبر عن التغير. في السابق عدد السواح على سبيل المثال 100,000, أصبح الآن 500,000. إذن العدد قام يتصاعد, إذن هذا التغير أطرأ على العالم. إذن بما أنه تغير, إذن استخدم عن التعبير عنه بزمن المضارع المستمر. شنو قاعدة المضارع المستمر؟ طبعا مثبتة المنفية الاستفهامية, قاعدة مثبتة. انتبه لي, الفاعل زائدا أما إز أو آر أو آم زائدا آي إن جي. الفاعل دير بالك مو تورستس مو السواح, وإنما عدد السواح. عدد السواح يتصاعد. عدد مفرد لو جمع مفرد أقول إز زائدا الفعل خليله آي إن جي, إز جوينج أب. عدد السواح يتصاعد أو يتزايد. The number of people, عدد الناس, نفس الفكرة. مفرد إيش أخلي له؟ أخلي له is, والفعل rise أخلي له ing, is rising. عدد الناس الذين يعيشون في لندن يتزايد. The number of European who don't speak English fall, عدد الأوروبيين الذين لا يتحدثون اللغة الإنجليزية يهبط. نفس الفكرة, عدد يعني مفرد أخلي له is, والفول خليله ing. طبعا احنا ما لحد الان ما صادفتنا جمله منفيه او استفهاميه على مود تطبق القاعده المنفيه او الاستفهاميه. سيلز اوف كمبيوترز, شوفوا لنا طلاب, مبيعات الحواسيب اثنينات جمع, فبالتالي راح اخلي لها ار ومن ثم الفعل ريز اخلي لها ing, raising. عدد الحواسيب او مبيعات الحواسيب يتصاعد. The number of people, عدد الناس مفرد أخلي له is, والفعل أخلي له ing. الجوش راح تصير going زائدا التكملة اللي هي down, going down. عدد الناس الذين لديهم حواسيب يتزايد. هذا ما يخص موضوع المضارع المستمر. أخذنا القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية. هذا التمرين سجلوا عليه, تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري. غالبا الاستاذ راح يجيب لك من عنده جمله عن موضوع المضارع المستمر بامتحان الشهر الاول, حاولوا تضبطوه وتحفظوه. اما تمرين بي, read the sentences and match them to the three uses of the present continuous. اقرا الجمل ووصلها بالاستخدامات المناسبه للمضارع المستمر. احنا قلنا ان المضارع المستمر بثلاث استخدامات. الاستخدام الاول happening now, تحدث الآن. يعني إذا أكو جملة تعبر عن حدث يحدث الآن انطيها الإشارة أي. changing situation, التغيرات. إذا أكو جملة من ذن الجمل تعبر عن تغير في العالم سويها بال أو اعطيها الرمز B. وإذا أكو planning for future, تخطيطات للمستقبل, انطيها العلامة C. ما افتهمت. At the moment, في هذه اللحظة, I am learning French in a study program, أنا أتعلم اللغة الفرنسية. إيش قايل لي؟ قايل لي at the moment. إذن هذا حدث يحدث الآن, لو تعبر عن تغير, لو خطط مستقبلية. هو ده يقول لي في هذه اللحظة أنا قاعد أدرس اللغة الفرنسية, فبالتالي الاستخدام المناسب لها يا استخدام الاستخدام الأول حدث يحدث الآن, أخلي له أو أرمز له بالرمز أي. next year,
في العام المقبل. إذن بما أنه next في العام المقبل الشيء بالمستقبل، إذن هو يعبر عن حدث مستقبلي، إذن أرمز له بالرمز C. خلنا نتأكد. He next year he is studying in America for 6 months. بالعام المقبل هو ناوي يدرس بأمريكا لمدة 6 أشهر. هاي خطة مستقبلية. بعد prices for computers are raising. أسعار الحواسيب تتزايد تتصاعد. إذن بما أنه أسعار متعلقة بالأسعار وبالتزايد وبالهبوط، إذن يعبر عن changing عن التغيرات. الحواسيب بالسابق كانت رخيصة والآن الأسعار أصبحت أغلى. اللي بعدها she is leaving a hotel tomorrow at 8 a.m. إنها تغادر الفندق يوم غد في الساعة 8. بما أنه يوم غد إذن خطة مستقبلية، إذن أرمز لها بالرمز C. وهكذا اللي بعدها could you be quiet؟ تقدر تكون هادئ؟ please رجاءا I'm trying to read my book. أنا دا أحاول أقرأ كتابي، أريدك تهدأ. إذن أكو حدث بيحدث الآن، كن هادئا لأن أنا قاعد أقرأ باللحظة الحالية. إذن حدث يحدث الآن أرمز لها بالرمز أي. وهكذا إيش قال لي؟ قال لي أريدك توصل لي كل جملة بالاستخدام اللي أخذناه من استخدامات المضارع المستمر. هذا التمرين بعض الشيء مهم، ليش؟ لأن هذا التمرين يخليك تميز زمن المضارع المستمر عن المضارع البسيط، أو منطيك استخدامات أو جمل أخرى تعزز فهمك لموضوع المضارع المستمر واستخدامات الثلاثة. الاستخدام الأول عن الأحداث التي تحدث الآن، الاستخدام الثاني التغيرات، والاستخدام الثالث تخطيطات للمستقبل أو خطط المستقبلية. ننتقل إلى تمرين سي. Write 4 sentences. اكتب 4 جمل. In each sentence use one of the words or phrase from the box. اكتب 4 جمل. بكل جملة إذا تستخدم لي كلمة من ضمن كلمات look student's book on page 8 to help you. وانظر إلى كتاب الطالب صفحة 8 لكي تساعدك. يعني مثلا أني أعرف كلمة fall معناها يهبط. على سبيل المثال احنا ننظر إلى العالم ونشوف شنو الأشياء اللي بلشت تهبط. على سبيل المثال أقول people who use telephones are falling. عدد الناس الذين يستخدمون التليفونات الأرضية يتنازل. احنا بالسابق كان كل العالم يستخدم الهواتف الأرضية، أما الآن مع وجود الهواتف المحمولة أو الموبايل عدد الناس اللي يستخدمون الهواتف الأرضية يهبط. شوفوا أنا شو استخدمت؟ استخدمت زمن المضارع المستمر are و ing. استاذ ليش are؟ لأن people جمع وكذلك التليفونز جمع، فبالتالي استخدم لهم الار مع المضارع المستمر وهكذا مع البقية. go down يهبط همنا أو يتنازل. go up يتصاعد. rise يتزايد. مثلا أقول people who travel to America is rising. عدد الناس الذين يسافرون لأمريكا يتصاعد. go up على سبيل المثال the prices of US dollar is going up. أسعار الدولار الأمريكي تتصاعد. وهكذا تعبر عن التغيرات باستخدام المضارع المستمر. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. طلاب شوفوا لي هذا التمرين، تمرين دي شو يقول لي؟ يقول لي use the following information to answer the questions below. استخدم المعلومات التالية لكي تجيب على الأسئلة اللي أسفلها. طبعا هو منطيني 4 أسئلة، هو منطيني مخططات وهذا المخطط يدوخ وبعض المفردات. أنا مصفي لك هذا التمرين ومعرفك شنو اللي يريده من عندك بالضبط. هذا التمرين يحتوي على بعض الجمل التي من الممكن أن ترد بسؤال المفردات على شكل إسقاطات وكما سيتم توضيحها. شوفوا طلاب أريدك تركز وياي وقلمك وياي تترجم الكلمات اللي راح أترجمها. definition شنو معنى كلمة definition؟ definition معناها تعريف. شنو معنى كلمة تعريف؟ the definition tells you what the word mean. لما أنا أعطيك تعريف كلمة معينة دا أعطيك شنو معنى هاي الكلمة. إذن the definition التعريف يعطيك معنى الكلمة. the example sentence الجملة المثال أو مثال الجملة shows you the how to use the word يظهر لك كيف تستخدم الكلمة. خلنا نضرب مثال شوية. على سبيل المثال عندي كلمة bank. شنو معنى كلمة bank؟ بنك لها معنى، يعني تجيب معنى مصرف بنك وتجيب معنى ضفة
النهر. شو يقول لي؟ يقول لي أنا بالديفينيشن بالتعريف أنطيك معنى كلمة بنك إنه the where you put your money حيث تضع فيه أموالك. أنطيتك تعريفها. شنو معنى هاي الكلمة؟ وطيتك example sentence واستخدامها. شون يعني على سبيل المثال أقول لك I put my money in the bank، وضعت أموالي في المصرف. عرفت من خلال هذه الجملة المثال استخدام هذه الكلمة. فبالتالي example sentence جملة المثال أو المثال يظهر لك استخدام هذه الجملة. أعطيك مثال ثاني نفسيتها كلمة بنك. إذا أرد أعرف الكياها بتعريف ضفة النهر is the side of the river، تعريفها هو جانب النهر. وإذا أنطيك جملة مثال عنها مثلاً أقول we sat on the Euphrates bank، جلسنا على ضفة نهر الفرات. طيتك جملة مثال. بعد symbols، symbols معناها الرموز. شنو معنى كلمة الرموز؟ often show you the pronunciation. بعض الأحيان ينطيني كلمة وينطيني وياها رمز. على سبيل المثال past، شنو معنى كلمة past؟ اجتازة. وينطيني رموز، شنو هاي الرموز؟ على سبيل المثال ت. ايش ده يوضح لي؟ ده يوضح لي يقول لي هاي الايدي اللفظ مالتها هو ت. فهنا الرموز اللي استخدمها تظهر لك كيف تنطق هذه الكلمه. بعد sometimes the dictionary tell you the synonym of the word، بعض الاحيان القاموس ينطيك مرادف لهذه الكلمات. يعني على سبيل المثال عندي كلمة sound معناها صوت، وكلمة voice همينة معناها صوت. هذه تعتبر شنو؟ synonym، مرادف. فالقاموس ينطيك مرادفات الكلمات. The plural أو you can see the plural form of the word if it is a noun، رح ينطيك القاموس جمع الكلمة إذا كانت هذه الكلمة اسم وهكذا. You can see how many syllables، تقدر تعرف كم عدد المقاطع الصوتية للكلمة. syllables معناها مقاطع صوتية. you can see where is the main stress، تقدر تعرف وين ال stress اللي هو الضغط الصوتي. you can see the word class، يمكنك أن تعرف أو ترى نوع الكلمة إذا كانت noun اسم verb فعل adjective صفة or adverb أو ظرف. هنا أنا شنو قبل ما أنتقل للأسئلة، هذن الكلمات اللي باللون البرتقالي ركزوا لي عليهم، من الممكن أن تجيك على شكل إسقاطات. شلون يعني؟ يعني يشيل لي كلمة definition ويشيل لي كلمة example sentence، يشيل لي كلمة symbol وينطيني ذن الجمل والكلمات ينطيني إياها بأعلى التمرين. يقول لك سقط الكلمة أمام التعريف أو الفراغ المناسب إلها. فأنت لازم تعرف the فراغ tells you what the word mean، فراغ تظهر لك معنى الكلمة. شنو هو اللي يظهر لي معنى الكلمة؟ الديفينيشن، التعريف هو اللي يظهر لي معنى الكلمة. زين شنو هو اللي ينطيني استخدام الكلمة؟ the example sentence المثال وهكذا. إذا تجينا على شكل إسقاطات لحد الآن، وراها منطيني مجموعة من الأسئلة. شنو هاي الأسئلة؟ يقول لي is company a verb or a noun؟ هل كلمة company اللي معناها شركة تعتبر فعل لو اسم؟ أنا إيش قايل؟ قلت له it is a noun، هي اسم شركة. ليش أنا شلون عرفتها اسم؟ أقدر أقول companies شركات، بما أنه قدرت أجمعها. إذا الجمع محصور فقط مع الأسماء. بعد how many syllables does it have؟ كم مقطع نصي بيها؟ تذكرون كيفية الحساب المقاطع الصوتية لكلمة؟ هنا عندنا شم مقطع صوتي بكلمة company؟ ثلاث مقاطع. company ثلاث مقاطع. اللي بعدها which words mean the same as company؟ شنو الكلمة اللي تنطي نفس معنى كلمة company؟ مثلا firm، firm همينة تجيب معنى شركة. انطيتها synonym اللي هو المرادف. How do you write the plural؟ كيف تكتب كلمة company نفسيتها لكن الجمع مالتها تقلب الواي إلى I ونضيف ES؟ نعرف احنا شلون نحول الكلمة إلى جمع. هذا ما يخص تمرين مثل ما وضحنا تمرين دي، أعتقد نعم تمرين دي. شوفوا هو مسوي لي إياها هوسة. The definition tell you what the word mean، you can see the word class، you can see where is the main stress. أنا صفيت لكم إياها على شكل جمل. هذه الجمل تجيكم على شكل إسقاطات، يحذف لي كلمات اللي باللون البرتقالي، خلي لي إياها بعد التمرين، وتسقط الكلمة أمام الفراغ المناسب لها. ركزوا لي على كلمة definition معناها تعريف، example sentence معناها مثال، simple معناها رمز، plural معناها جمع، syllable معناها مقطع صوتي، مقطع صوتي خاف ما عرفت معناها، stress معناها الضغط الصوتي،
والword class نوع الكلمة إذا كانت نوعها اسم فعل صفة أو ظرف. ننتقل لتمرين E. هذا التمرين write the words in the box below in the alphabetical order. رتب الكلمات بالترتيب الأبجد الصحيح. طلاب إحنا ماخذين من الخامس ابتدائي شلون نرتب الكلمات ترتيب صحيح بالخامس ابتدائي والثاني متوسط. إذا تذكرون ترتيب أبجدي طبعا إذا تذكرون قلنا نباوع على الكلمة وإحنا نعرف أصلا مسبقا ترتيب الحروف الأبجدية A B C D إلى آخره. أشوف يا كلمة تبدي بحرف الـ A مثلا على سبيل المثال أخليها أول كلمة، يا هي اللي تبدي بحرف الـ B أخليها وراها، وهكذا. فهو منطيني قل لي كلمة airline تبدي بالـ A أخليها أول كلمة، وكلمة book تبدي بالحرف الـ B خليها هنا ثاني كلمة. إذا صادفتني كلمتين تبدي بنفس الحرف أروح أشوف الحرف اللي بعدها يا هو الأسبق الأو أسبق، وهكذا. مجرد كلمات شلون نرتبها ترتيب أبجدي. هذا الشيء يعني نادرا أن يجي بالامتحان التحريري أو من المستحيل أن يجي بالامتحان التحريري لأنه جدا بسيط وجدا سهل بالنسبة للطلاب لأن أخذوه بالخامس والثاني متوسط. مجرد يريد يراجعني أو يريد يراجع لي موضوع ترتيب الأبجدي للحروف. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا ومهم جدا بموضوع المضارع المستمر، أخذنا القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية، استخدامات الثلاثة مع أحداث تحدث الآن، خطط مستقبلية، وكذلك للتعبير عن التغيرات. حلينا أمثلة متعلقة به، حلينا التمارين المتعلقة به، عرفنا شلون يجينا بالامتحان، شلون نقدر نجاوب عنه، التمارين المهمة أشرناها. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تواصلوني على حساباتي الموجودة في الفيديو في الوصف.